السلام عليكم. اليوم ان شاء الله راح نكمل، ان شاء الله اليوم راح نكمل وياكم. عليكم السلام. ان شاء الله اليوم نكمل وياكم المحاضره مال البرمجه المرئيه، اللي هي احنا طبعا وصلنا بها للشابتر الثاني مثل ما تشوفون قدامكم. هذا البي دي اف فايل اللي هو كان الفصل عباره عن فورمز اند سم ستاندرد كنترولز. احنا طبعا اذكركم شنو الاشياء اللي اخذنا. اخذنا طبعا الفورم اللي هي هاي النافذه الصغيره، وخذنا بعض الخصائص اللي تتعلق بالفورم مثل اللون والعنوان شلون يظهر بمكانها بالشاشه، شكل الايقونه، شكل المؤشر. هاي مجموعه خصائص اخذناها وجربناها بالمحاضره السابقه. بعدين بدينا ببعض الستاندرد كنترول اللي هي مثلا اخذنا الليبل اذا تذكرون، طبعا اخذنا البتن اول شيء، المفتاح، وايضا اخذنا الخصائص مالته المهمه. طبعا بالمناسبه انتم هسه ان شاء الله ما راح تشتغلون عمليا، راح تشوفون اكو هواي خصائص اني ما ذكرتها. طبعا كل شيء هواي الخصائص، يجوز كل كنترول بيفد 30 او 40 خاصيه، بس اني اخذت الستاندرد ايضا بروبرتيز اللي هي تفيدنا. اكو اشياء ان شاء الله انا متاكد انتم بعدين بالممارسه باي ذا واي راح تحتاجها، بس صدقوني هاي الاشياء اللي انا قلت لكم عليها كلش كافيه حتى نشتغل بها. وراح تشوفون انا راح اعطيكم هواي امثله برمجيه، وشوي شوي تصاعد التعقيد مال هاي البرامج، تشوفوها كلش كافيه. يعني هاي الخصائص ما احتاج اكثر منها نهائيا. فاخذنا البتنز اللي هو المفتاح، يعني اللي احنا نرسمه على الفورم، اللي عاده وظيفته من اضغط عليه حتى ينفذ عمل معين. وايضا اخذنا الخصائص مالته وشون الحدث ماله اللي هو الكليك، زين عيني. بعدين اخذنا الليبل اللي هو احنا بواسطه، طبعا هو عباره عن فد مساحه مستطيله نرسمها على الفورم حتى نخلي بيه فد نص ثابت، احنا نسميه ستاتيك تيكست. هذا يسموه لافته، يعني تخلي فد شيء بس مجرد توضيح، يقول لك شنو هو الشيء اللي بصفه او شنو هو الشيء اللي جوا. وايضا خلينا الخصائص مالته شلون يكون ظاهر، شنو الكتابه اللي بظاهره، لون الكتابه، لون الباك جراوند مالته، كل هاي الاشياء ذكرناها، الالاينمنت مال النص بداخله، الفونتات، هاي الاشياء ذكرناها. هذا الكنترول اللي هو البيكتشر بوكس بوقتها عبرناه ما اخذناه. اخر شيء اخذنا بالمحاضره اللي هو اخذنا صندوق النص اللي هو التكست بوكس، اتذكر هذا اللي هو يستخدم كعنصر همين نظهر به نص، وايضا هو عباره عن مساحه ممكن عن طريق اليوزر يدخل نص. طبعا انا من اقول نص يعني عباره عن تكست. التكست هو اي شيء ممكن تستخدمه بداخل الكيبورد، يعني عباره عن ارقام، رموز خاصه، اقواس، حروف كابيتال، حروف سمول، زين عيني، سبيشال كاركتر، كلها عباره عن نصوص. فهذا الصندوق مال النص انت راح تقدر تكتب به اي شيء. من راح تستقبل المدخلات اللي من صندوق النص مهما كان شكلها الى داخل البرنامج، هو راح يتعامل وياها وكانما هي سترنج. اوكي؟ يتعامل وياها انه هي سترنج. فاذا انت كان قصدك تستخدمها كرقم، لازم بعدين تحولها بالكونفيرت الى رقم، واذا كان قصدك تستخدمها كنص فهي باي ذا واي اصلا جايتك على شكل سترنج ونص. هذا كان هو بالحقيقه التكست بوكس. اليوم ان شاء الله ايش راح ناخذ؟ راح ناخذ البيكتشر بوكس او الايمج بوكس اللي هو هذا. قبل التكست بوكس انا بوقتها سبقت الاحداث، لان اعتبرت صراحه صندوق النص يعني شيء جدا مهم. اليوم راح ناخذ هذا الكنترول اللي هو المفروض يعني الخامس. احنا اخذنا البتن واخذنا الليبل واخذنا صندوق النص واخذنا هسه الفورم، وراح ناخذ هسه هذا البيكتشر بوكس اللي هو الخامس، زين عيني. البيكتشر بوكس طبعا هو عباره عن شنو البيكتشر بوكس؟ ايضا عباره عن كنترول انا ممكن ارسمه على النافذه على شكل مساحه مربعه او مستطيله. هذا البيكتشر بوكس ممكن اني اعرض به صوره، طبعا ممكن اعطي لون، يعني اخلي عباره عن مستطيل هو يعني بيفد لون معين يجوز اني عاجبني، بس هو لا، هو وظيفته انه انت ممكن تعرض به صوره، مثلا صوره منظر او صوره شخصيه. هاي الصور عاده نجيبها احنا من ملف، من ملفات، يعني انت مثلا ماخذ صوره بكاميرا بالموبايل او شيء، الملفات المسموحه مثلا يعني الجي بي جي فايل مال الصور، البي ام بي، اكو بي ان جي، اكو جي اي اف، كل هاي الصور هي مسموحه. فاذا البيكتشر بوكس هو عباره عن
فد أداة أنا أرسمها على الفون حتى شنو أعرض بها في الصورة معينة. على سبيل المثال أنا قبل ما أدخل بالخصائص، هذا فد مثال سابق مثلا مال لوجن، أنا مسوي فد شيء بسيط. إيش راح أسوي؟ طبعا لاحظوا هاي الطريقة إنه أنا شلون أسوي سيلكت للكل بالماوس، وأنا ضاغط أقدر أحركهن كلهن. شوفوا شلون أقدر أرسم بيكتشر بوكس، طبعا أكيد بالأدوات، يا أما أنت تكتبها من هنا يا أما هنا بالسيرش تجي تكتب له تقول له بيكتشر بوكس وراح يطلع لك إياها رأسا. شوف راح أجي أسحبها وأخليها هنا وأجي أتحكم بها. شوف هذا عبارة عن بيكتشر بوكس، أوكي يعني. شوف تلاحظون هو طبعا عبارة عن مساحة حاليا مربعة بس شنو فارغة. واحدة من الخصائص مالتها طبعا ورا ما أشرها اللي هي أهم ما يمكن اسمها الإيمج، هاي ممكن أني أجي أختار بها فد صورة معينة، راح أشوفون أسوي سيلكت من هنا. طبعا راح أرجع أشرح لكم إياها شنو هاي طبعا الإيمج. مثلا يعني فد صورة مثلا هسه خلينا نقول هذا الرمز، أوكي راح أجي أقول له أوكي، راح يظهر الصورة. شوفوا ظهرت الصورة مثلا هنا، بحيث أنا من أجي أنفذ البرنامج راح تكون الصورة موجودة. ربما تكون فد لوجو مال شركة أو صورة شخصية تعجبك، أوكي يعني. المهم أنا أحتاج أظهر فد صورة معينة على الفورم، هاي يسموها البيكتشر بوكس. البيكتشر بوكس بها خصائص، شوف أهم خاصية هي شنو؟ هي الإيمج اللي هي عن طريقها specify the file name of image to be display in the picture box. يعني خاصية الإيمج اللي شفتوها هسه قبل شوي أنا اختاريتها، أهم خاصية تابعة للبيكتشر بوكس إنه أنا أحدد بها اسم الملف مال الصورة اللي هو راح تنعرض بداخل هذا المستطيل أو البيكتشر بوكس. يعني أنت شو تريد تظهر يا صورة؟ طبعا أيضا هاي الصورة ممكن أخليها تظهر أو يعني على النافذة بداخل البيكتشر بوكس الديزاين تايم مثل ما شفتوا هسه قبل شويه، او اقدر اني لا من خلال البرنامج واسوي فد عمل معين واظهر الصوره. يعني اقدر اظهر الصوره ات ديزاين تايم، واقدر باي كود ات ران تايم، فهاي ايضا تخدمني الشغله كلش هواي بالبرمجه. هاي الخاصيه الاولى اللي هي الايمج، انه اني شعرت صوره بداخل صندوق النص. الخاصيه الثانيه اللي هي مرت علينا اللي هي اسمها فيزيبل، هاي طبعا انت ربما تريد تعرض تخلي صور تثبتهن بس انت تخفيهن وفي وقت معين تريد تظهرهن. فهذن خاصيه الفيزيبل تخص كل البيكتشر بوكس بما فيها المحتويات مالته. هل اني اريد البيكتشر بوكس ظاهر حاليا بالتنفيذ لو ما ظاهر؟ اذا كانت طبعا الخاصيه ترو هذا طبعا شنو مينز؟ مينز انه هو فيزيبل، واذا كانت فولس طبعا معناته انفيزيبل ويكون البيكتشر بوكس غير ظاهر اثناء التنفيذ. فاذا هسه خاصيه الايمج اللي هي الصوره اللي اريدها تظهر، وخاصيه الفيزيبل اللي هي خاصيه انه انا اريدها ظاهره او غير ظاهره. الخاصيه الاخرى مهمه كلش اللي هي السايز مود. السايز مود اوكي يعني السايز مود بي طبعا عده انواع، اكو بي نورمال واكو بي ستريتش ايمج، اكو اوتو سايز واكو زوم. بقى مختصر المفيد حتى اجيكم عليها واحده واحده. هسه اني مثلا بالمثال اللي شرحت لكم اياه صدفه هاي الصوره كلش صغيره بس باعوا، راح احاول اني اسوي فد عمل معين، اروح اختار فد صوره يعني من الصور اللي هي تكون كبيره مو صغيره. زين اني يمكن هاي الصوره شويه اكبر مثلا، هاي مثلا شوفوا باع هاي الصوره. هسه لو اجي اكبر النافذه، باع لو اجي اكبرها الصورة ظهرت بس بشكل مو صحيح. شوفوا هي صورة كبيرة بس طلعت مقصوصة، اوكي تشوفون الصورة ما ظهرت كاملة على قد البيكتشر بوكس. تمام طلاب تشوفون؟ نعم دكتور. اي زين اني محدد يعني اني اريد هذا البيكتشر بوكس، اريده ما اريد اكبر، اريد هالكبر بس اريد الصورة تظهر. شلون اريد الصورة كلها تظهر بدون ما اروح اسوي معالجة صور؟ يعني اروح للصورة واوديها مثلا للفوتوشوب او فد برنامج فوتو اديتر واسوي ريسايز؟ لا، اريد انا هنا اتحكم بها. فهذا وين اتحكم به؟ بالسايز مود. تحددت الصورة من هنا بالايمج، اكو شيء اسمه سايز مود، هذا باعوا اللي هو عادة يكون نورمال. شوفوا
مبين اكو فد فقره ستريتش ستريتش ستريتش، يعني مد الصوره او كبس الصوره وفق الاطار مال البكتشر بوكس. شوف راح اقول له ستريتش ايمج، بعرف ايش راح يسوي. شفتوا اللي صار شنو؟ اوكي، ترى الصوره هسه كلها ظهرت داخل هذا البكتشر بوكس. شوف من ارجع نورمال، باعوا الصوره ظهرت بحجمها الحقيقي بس مو كلها مبينه لانه البكتشر بوكس اصغر من الصوره الفعليه مال الفايل. بس انت اذا تريد، لا اذا تريد الصوره الفعليه كلها تظهر بمقدار حجم البكتشر بوكس تقول اسوي لي لها ستريتشنج. هسه باعوا من سويت ستريتشنج حتى لما اكبر واصغر باعوا شو يصير؟ تشوفون ايش يصير؟ الايمج كلها تكبر وياي وتصغر بحيث لازم تكون فيت على قد البيكتشر بوكس كله. فهاي تفيدني لما انت تعرف بنفسك قاعد تتعامل ويا صوره كلش كبيره، يعني يجوز ابعادها مو بقد هذا البيكتشر بوكس. فانت من تقول له ستريتش ايمج، لا هو راح يجيب لك صوره فيت ويحصر لك اياها بداخل الاطار. مثلا خلينا نجرب باقي الخصائص. انت شفت النورمال، النورمال يعني الصوره تظهر بحجمها الطبيعي بغض النظر عن البكتشر بوكس، فمعظم الاحيان يظهر لك جزء منها. بينما من تقول له ستريتش ايمج، لا راح يسوي لك الا ستريتشنج يكبسها بداخل الاطار مال البكتشر بوكس. طيب الاوتو سايز شنو؟ انتبهوا عليه. شوف الاوتو سايز ايش سوى. الاوتو سايز هو همين ظهر لك الصوره بالكامل، بس ايش سوى؟ خلى البكتشر بوكس هو يصير بقد الصوره. اوكي انتبه على هاي الفقره، خلى البيكتشر بوكس هو يصير بقد الصوره مو الصوره تصير بقد البيكتشر بوكس. ويا يا طلاب؟ اوكي واضحه الفكره؟ باعوا من تقول له سايز مود ستريتشنج ستريتش ايمج، الصوره تكون هي بقد الاطار مال البيكتشر بوكس. بس من تقول له اوتو سايز، لا الاطار مال البكتشر بوكس هو يصير بقد الصوره. يعني شوف هسه من اجي اقول له شوف البكتشر بوكس هي كبرت حتى تكفي الصوره، بس لا من تجي تقول له لا اريد ستريتش، لا من تقول له ستريتش الصوره تصير بقد الاطار. باعوا الفرق بيناتهم؟ طيب النورمال كما هي وعاده الصوره تكون مو ظاهره كلها، الستريتش ايمج الصوره تنكبس او تتوسع على قد الاطار مال الصوره، الاوتو سايز الاطار مال الصوره راح يتوسع او يصغر على قد الصوره. اوكي السنتر ايمج راح الصوره تظهر كما هي بس يظهر لك المركز مالها على قد البكتشر بوكس. يعني شوفوا هسه هاي باعوا شنو باعوا لي بالنص، شنو بالنص من الصور؟ هذا المنظر بالنص. اوكي هسه انا راح ارجع الصوره هيجي بقى انت بولي من راح اقول له اريد سنتر ايمج، شوفوا ظهر لي الجزء منها اللي بالنص بس ظهر لي اياه، ما وسعها ولا صغرها بس حاول على قد البكتشر بوكس يسوي لي فيو او اظهار فقط لمنتصف الصوره، لان هاي نوبات هواي تجيك صور يجوز بها من الاطراف اشياء ما تريدها تظهر، انت تريد يظهر بس المكان اللي بالنص، فتقول له اريد السنتر ايمج هو اللي يظهر. الزوم باعوا ايضا شلون كانما ستريتش ايمج، باعوا كانما ستريتش ايمج نفس الشيء. اوكي يعني بس مو مع مراعاه الابعاد مال من؟ مال الصوره، يعني ما يسوي لنا ديستورشن. يعني شنو ديستورشن؟ يعني من يوسع، يعني هسه مثلا خلينا نقول اكو نسبه هي هسه اوتوماتيكيا بالصوره، مثلا هذا الارتفاع مال الصوره الاصليه هو نصف الطول مالتها، من تجي تسوي توسيع بالزوم يبقى هذا الاطار الطول ماله يساوي لنا نصف العرض ماله، باعش قد ما تكبر وتصغر تبقى الصوره نظاميه مستطيله. شوف ما اقدر احولها مربع، باع الصوره ايش يصير بها؟ تبقى مستطيله، هذا يسموه الزوم. باع بينما الستريتشنج لا هو يوسع بس ممكن يسوي ديستورشن، يعني باعه شوف ايش يصير؟ تشوفون طلاب؟ واضحة الفكرة؟ تشوفون؟
وياي. نعم دكتور. ارجع اقول لكم مره ثانيه شنو معناها. النورمال تظهر الصوره بحجمها الطبيعي بس ما لها علاقه بالبيكتشر بوكس، يعني ربما جزء منها يظهر. الستريج ايمج هو لا يكبس لك او يوسع لك الصوره، وممكن يسوي ديستورشن بحيث الصوره تجي فيت على قد البيكتشر بوكس. يعني مثلا هي الصوره مستطيله بس انت الاطار مربع، يكبس لك اياها يشوه لك اياها حتى لو، بس المهم تصير مربع على قد البيكتشر بوكس، هذا ستريتش ايمج. الاوتو سايز لا، الصوره ايش قد ما هي حجمها البيكتشر بوكس الاطار ماله هو راح يكبر بقد الصوره، هو راح يكبر بقد الصوره بحيث تطلع الصوره كامله كما هي. السنتر ايمج لا، ايش راح يسوي؟ يبقي لك البيكتشر بوكس على قد ابعاده بس راح يعرض لك من الصوره اذا كانت كبيره فقط المنتصف، فقط المنتصف مالته بغض النظر عن الاطراف. الزوم راح يسوي لك تكبير وتصغير، يعني يخلي لك الصوره بداخل البيكتشر بوكس بقده بالضبط بس ما يسوي ديستورشن، ما يسوي ديستورشن، يحافظ على النسبه بين الطول والعرض. واضحه الفكره طلاب؟ واضح دكتور. هاي الخصائص مال الايمج، هاي الخصائص مال البيكتشر بوكس. زين هاي طبعا هو كلهن شارحهن. اوكي البوردر ستايل، البوردر ستايل هذا شنو؟ طبعا البوردر ستايل يعني شوف هسه الصوره، خلينا نشوفها كتنفيذ بعد صوره شلون ظاهر الاطار مالت. اوكي شوفوا تلاحظون اكو ماكو يعني مجرد هي صوره يعني كانما ملزوقه على الفورم، اكو لا تقدر انت شويه تجسمها. شوف يعني شنو انواع البوردر ستايل، ممكن اقول لنان يعني ماكو نهائي اي بوردر ماكو بحيث الصوره كل شيء كانما مرسومه رسم على النافذه، واقدر اقول له لا اريده مثلا 3D او فيكس 3D. شوف خلي اشوف على البوردر ستايل، شوف هسه نان اقدر اقول له شنو فيكس سنجل، شوف صار اكو اطار لون بي اسود مثلا هذا الفيكس سنجل باوع، اكو فد اطار هذا ما تابع للصوره، هذا الاطار بالبكتشر بوكس سوى لك فد شيء خلى لك فد حدود شويه حلوه للصوره. واكو فيكست 3D، فيكست 3D لا راح يصير كانما الصوره محفوره، الاطار مالها محفور وين؟ محفور على الـ يعني على الفورم. شوفوا الفيكست 3D بعد شلون صارت، شوف هسه من تجي تنفذها تحس اكو شيء نوع ما اكو تجسيم، شلون صاير لها باوع؟ شلون لا تحسون بها عبالك محفوره، الصوره محفوره بداخل الفورم، ليش؟ لان يعني الاطار مالها 3D مجسم. واضحه الفكره؟ فاذا البوردر ستايل ممكن يكون نان ماكو، ممكن يكون اطار يعني لوني بس مجرد اكو لون اسود، واكو طبعا الفيكست 3D اللي هو يكون لا يكون مجسم يعني كانما الصوره محفوره بداخل الفورم. او اكو خاصيه ايضا مهمه اللي هي الايرور ايمج. هاي شنو ايرور ايمج؟ هاي نوبات اكو بعض البرامج اذا منتبهين هسه مثلا نوبات اني ادخل على الويب سايتات اللي موجوده بالانترنت الصورة ما تطلع لي، تطلع لي بمكانها فد صورة تعبر لي عن انه الصورة حاليا بعدها ما متحملة او اكو ايرور بتحميلها، تطلع لي فد صورة ديفولت بمكانها. اوكي؟ فد صورة ديفولت بمكانها، إذا كانت الصورة اللي أنا أريد أحملها غير ظاهرة. عادة يكون فد رمز يعبر عن شيء خطأ بس يبين لك أن الصورة ترى ما متحملة. يعني مثلا هسه أنا هاي الصورة الأصلية أريدها تظهر. أروح على الايرور ايمج. راح اقول للايرور ايمج ظهر لي فد صوره معينه، خليني اشوف شنو مثلا ممكن يخدمني بالايرور ايمج. يعني على سبيل المثال مثلا راح اخلي الايرور ايمج مثلا هاي الصوره. اوكي؟ هاي الايرور ايمج. شوف ايش راح اسوي هسه؟ هاي الصوره انا منين حملتها؟ مثلا من هنا. اذا اجيت هنا قلت له مفتاح ديليت شلتها، بالله خل اجي اشوف التنفيذ. بس انا مشكله يعني انا ما خال صوره فما صار ايرور ايمج، بس لا راح اثبت الصوره، خل اجي هسه هيك بهالشكل باع.
خل ارجع بهالشكل وراح اقول له. طبعا هاي عاده تكون لما انا احملها بالكود يعني بواسطه الكود يصير اكو ايرور، بس خل اجرب. خل اروح على الايمج من هنا اختار مثلا صوره، مثلا اختار هسه هي هاي الصوره الكليه اللي اسمها اوريجينال مثلا يعني، هسه ظهرت مو تمام. شوف ايش راح اسوي قبل ما انفذ، راح اروح على الصوره اللي انا نظامها طبعا وين هنا أنا بالحقيقه، راح اغير مثلا اسمها. يعني انا اذا اسبب فت خطا بالصوره راح اجي اخلي مثلا قدامها رقم واحد بس حتى اسبب خطا اشوف بالله تتاثر. هسه انا المفروض محملها راح انفذ. اي ما تبين هاي الا بالكود. يلا هسه ان شاء الله اني بعد شوي هسه بعد دقائق راح اريكم شلون نحدد الصوره بالكود يعني بواسطه الكود، فذاك الوقت راح تبين، لان هاي كانما صوره هو دمجها قبل ما اني اغير الاسم مالته. اوكي عيني. بس القصد هو شنو؟ القصد اذا انت تحاول تحمل فد صوره والصوره البرنامج ما قاعد يعرض لك اياها، فيضطر شو يسوي؟ يطلع لك بمكانها ايرور ايمج، يطلع لك بمكانها شنو؟ ايرور ايمج. فخلي هسه اسوي هنا ستريتش ايمج اللي هو سايز مود، حتى بعدين نقعد نجرب هاي ان شاء الله شلون يصير. اوكي طلاب، فاذا خلي ارجع لكم هنا بعض. عندنا نرجع للخصائص. هسه البيكتشر بوكس هي تعرض صور، الصور تتقبل معظم الفورماتات مال الصور، جي بي جي، بي ام بي، بي ان جي، جي اي اف، هواي صور، تي اي اف. اول خاصيه هي الايمج اللي نحدد بها اسم الملف اللي راح تنعرض صورته بالبيكتشر بوكس. الفيزبل، هل الصوره ظاهره لو لا؟ زين يعني. السايز مود، طريقه عرض الصوره بداخل البيكتشر بوكس، وهسه شفتوها قدامكم شلون احنا يعني شرحناها، اللي بها نورمال وبها ستريتش ايمج وبها اوتو سايز وبها سنتر ايمج وبها زوم. البوردر ستايل، اطار البيكتشر بوكس بداخل الفورم شلون تريدوه، هل تريدوه ماكو اطار، تريدوه بوردر بسيط، تريدوه 3D يعني محفوره الصوره. اوكي يعني. الايرور ايمج، هاي صوره افتراضيه ديفولت، اذا انت اي صوره ردت تعرضها تحملها وما تحملت ما راح يبقي لك البيكتشر بوكس فارغ، راح يطلع لك هاي الصوره بمكانها حتى تعبر لك انه اكو خطا يعني الصوره ما تحملت. اوكي، بقى هاي الملاحظه اللي هي جدا مهمه دا اقول لكم اني عليها. يقول to load image to picture box using C sharp code you can use the following statement. اوكي يعني. بقى هسه انا شو اريد اسوي؟ طبعا هو هاي اول وحده تحديد غير خاصيه، اللي يريد يحدد السايز مود، بس هي هاي الخطوه المهمه. انا ايش دا اقول له؟ ما اريد احدد الصوره اثناء التصميم، اريدها يجوز بالبرنامج واحمل الصوره اللي اريدها. فاقول له بيكتشر بوكس 1، طبعا هذا اسم العنصر، دوت ايمج الخاصيه مالته، يساوي لنا ايمج دوت فروم فايل، ايمج دوت فروم فايل، يعني جيب لي ايمج من ملف، وبين قوسين نخلي المسار مال الملف. فانا حقيقه هذا هو المسار نفسه مال المفروض الصور اللي اني خالها. اوكي يعني. فايمج دوت فروم فايل. هسه راح اراويكم بالبرمجه شلون ممكن تصير هاي العمليه. مثلا راح اضيف فد بوتن اضافي هنا، شوف هذا البوتن، هذا مثلا راح اسميه لود ايمج على سبيل المثال، ورايكم شلون اني اقدر احمل الصوره باي كود. اوكي باي كود، هذا راح اسميه مثلا لود ايمج بهالشكل. هاي الصوره راح الغيها من هنا، راح بس اوقف على الصوره هنا، اقول له مفتاح ديليت حذفها هسه ماكو. شوف شلون راح احملها اثناء التنفيذ. شوف هسه بعاني اثناء التنفيذ ماكو صوره، بعض الطلاب بس راح تشوفون ماكو صوره مثل ما تشوفوها فارغه، بس هذا الاطار انا بقيته فيكست 3D محفور حتى يبين. هسه اريد من اقول لود ايمج تطلع الصوره اللي انا اريدها. شوف ايش راح اسوي، وهاي همين راح ابين لكم بها الايرور شلون يصير. بعد راح اجي على البتن طبعا كليك عليه حتى يفتح لي الكود مالته. هنا ايش راح اكتب له؟ راح اكتب له بيكتشر
بوكس 1 شوف ورا سنطلع عليها طبعا دوت ايمج زين عيني يساوي لنا ايمج دوت فروم فايل بهالشكل اجي هنا انا اعطي المسار اللي اني اريده مال الصوره طبعا انا كان قصدي بالحقيقه اخذ هاي الصوره مثل ما انتم قبل شويه شفتوا اللي هي هاي الصوره شوفوا هسه هذا المسار خليه اخذه من هنا شوف شلون طلع المسار يا اما اني يعني متمكن واعرف وين بالضبط او هسه اني فتحته واقف على الصوره هذا هو المسار اجي اخذه من هنا كوبي زين عيني بنفس الوقت شنو اسم الملف طبعا بعض من اوقف عليه اورجينال دوت جي بي جي شوفوا ده يقول لي هنا جي بي جي فايل بالتعليق فاجي هنا على هذا السترنج نفسه بالضبط بيست نزل لي اياها راح اضيف وياها سلاش هنا ايش راح اقول له اوريجينال اوريجينال دوت جي بي جي شوفوا ارجع اذكركم احنا عندنا بلغه سي او لغه سي شارب السلاش هذا حاله خاصه يعتبره سبيشال كاركتر فانت يوم ما تكتبه دبل حتى ياخذه او تخلي قدام السترنج هنا اشاره الات هاي حتى ياخذ السترنج ويهمل السبيشال كاركتر يعتبره كحرف عادي شوف هسه ايش راح يصير هنا راح اجي انفذ بالمناسبه اقروا لي هذا السبروتين لما البتن 3 يصير بيكليك خلينا البيكتشر بوكس الايمج مالتها تساوي لنا الايمج اللي راح نحملها من هذا الفايل اللي هو اورجينال دوت جي بي جي وحسب راح اقول له لود ايمج طلع لي ايرور بس خل اشوف شنو ها شوفوا انا غلطان املائيا اذا تنتبهوا بعد شوفوا شنو هنا تلاحظون جي بي جي بهالشكل خلينا نشوف والله ننفذ شوفوا انتبهوا طلاب هسه هنا شوفوا اللي صار شنو باعوا واضحه الفكره كان استاذ واضحه وياي طلاب شفت سويت هيك حملتها بهالشكل زين اذا اردت يعني شلون خلينا نقول احذف الصوره يعني الصوره اريدها يعني باي كود تلغي هاي الصوره باي كود مو اخفيها لا يبقى البيكتشر بوكس بس الصوره تروح ما اعرف خلينا نجرب انا وياكم ماشي يعني بعد ايش راح اسوي؟ راح اضيف مفتاح اخر شوف العمليه ايش قد حلوه بسيطه بالبرمجه مجرد ان انا اضيف باتنز وطبعا هذا الباتنز اجي اضيف له فد فانكشن وعاده اخلي له فد خصائص بحيث يبين هو شنو العمل ماله اوكي مثلا هذا راح اسميه كلير ايمج هو انا اعتقد همين الخاصيه هي اسمها كلير يعني العمليه اسمها كلير طبعا هسه هنا ايش راح اجي اقول له؟ راح اقول له بيكتشر بوكس 1 دوت كلير يمكن او دوت ايمج دوت ديسبوز يلا خلينا نجرب هاي الخاصيه خلينا نشوف والله هسه هنا نشوف شنو اللي راح يصير وهسه راح احمل الايمج لا ما اخذها اوكي
اوكي شوفوا طلاب شلون قدرت امسحها، انتبهتوا ايش سويت؟ نعم استاذ استخدمت النار. بالضبط، يعني طبعا هاي كلها باي كود. شوفوا اثناء التصميم، اثناء التصميم طلاب انا اوقف على الصوره مثل ما شفتوا، اروح على الايمج من هنا اختار اي صوره من هنا اسوي لها امبورت، اقدر من هنا مباشره اختار اي صوره تعجبني، طبعا راح تظهر الصوره اوكي، بس اذا عجبني اثناء التصميم الغي الصوره، راح اوقف عليها بهالشكل واضغط مفتاح ديليت اوكي. بس باي كود، باي كود من احمل الايمج اجي شو اسوي؟ اقول له picturebooks1.image يساوي لنا image.frame file. اذا اقول له picturebooks1.image يساوي لنا null، null معناته فارغ اوكي. اذا يساوي لنا null شو يسوي؟ راح يفرغ لك البيكتشر بوكس وليس يخفي بعض. اذا اجي اقول له بهالشكل، شوفوا اقدر اقول له بهالشكل بس هذيك لها غير معنى، dot visible يساوي لنا false مثلا. شوف هاي ايش راح يصير، مو يخفي الصوره، راح يخفي البيكتشر بوكس كله. هذا الفرق. شوفوا بقى شلون هسه، بس انا مثلا جيت على من اقول لك كلير ايمج بهالطريقه، شوفوا البيكتشر بوكس كله اختفى. لا هاي انت سويت له فيزبل او انفيزبل، لا انا اريد يبقى البيكتشر بوكس، ما اريد البيكتشر بوكس يختفي، بس اريد الايمج مالته تفرغ، يعني تفرغ لي محتوياته. فايش اسوي؟ اكتب له دوت ايمج يساوي لنا نل بهذا الشكل. شوف هسه راح اجي اقول له كلير ايمج، راح يبقى البيكتشر بوكس موجود، بس شنو الصوره هي اللي تروح. واضحه الفكره طلاب؟ واضحه عيني؟ واضحه دكتور. اوكي واضحه. اذا هسه نجي على البيكتشر بوكس، الاشياء اللي تعلمناها من عندها انه احنا نرسم البيكتشر بوكس على النافذه ايش قد ما يعجبك حجمها، انت شو تريد ترتب يعني ديكور للبرنامج مالتك، وبعدين تجي الخصائص الايمج حتى تخلي صوره فيزبل ظاهر او غير ظاهر، السايز مود حتى تتحكم شلون الصوره تريدها تظهر زين عيني، بوردر ستايل حتى تظهر يعني فلات بها بوردر خفيف بها بوردر يعني خلينا نقول محفور 3D، الايرور ايمج هاي لما يكون عندنا فد ايرور بتحميل الصوره زين عيني راح تطلع لك ديفولت ايمج، باي كود اذا حبيت تحمل الصوره راح تقول له picturebooks.image يساوي لنا image.frame file اوكي يعني، اذا تريد تحذف الصوره تقول له يساوي لنا null. الخصائص مال الصوره يعني انا ممكن اتحكم بها، طبعا اقدر اتحكم بها، احنا شفت شلون السايز مود اقدر اتحكم به من هنا، اقول له picturebooks1.sizeMode يساوي لنا picturebooks.sizeMode.stretchImage او .autosize، يعني تقدر التحكم بالصوره تتلاعب به باي كود بهاي الخطوات. بس امانه احنا عاده من نخلي بيكتشر بوكس المواصفات مال البيكتشر بوكس نحددها بالديزاين، بس عاده الصور لا نتلاعب بها بالكود، يعني عاده راح تستخدمون السطر الثاني اكثر بالكود من السطر الاول. واضحه الفكره طلاب؟ تمام دكتور واضحه. اوكي نجي وين ان شاء الله؟ على احنا هسه نقدر نقول خلصنا خمس عناصر بالفيجوال بروجرامينج اللي هي الفون والبتن والليبل والتكست بوكس والبيكتشر بوكس اوكي. اذني الخمس عناصر اذني هن كلش بسيطات، احنا راح ناخذ اكثر منهم طبعا، بس اذني تقدر تسوي بها هوايه افكار برمجيه، ماشي يعني تقدر تسوي بها هوايه افكار برمجيه. مثلا شوفوا طلاب، مثلا باعوا لي على هذا المثال، هذا كانما خلينا نتخيله هو عباره عن سؤال مال امتحان، يقول رايت كومبليت سي شارب بروجرام تو ديسبلاي ذا فولوينج فورم، ذا بروجرام از ا سمبل كالكوليتر فور ادينج تو نمبرز اند ديسبلاي ذا ريزلت، ذا فورم كونتينز سم ليبلز تكست بوكس فور انبوت and output and a two button one for addition operation and the second to close a program. اوكي هاي طبعا شوفوا حتى اكون وياكم صريح، عاده بالبرامج او بالاسئله او من انت واحد يعرض لك مشكله ما يقول لك ايش قد عندك صندوق ناس وايش قد عندك ليبل، هاي ما يعطيك اياها كوصف،
هو يقول لك اريد برنامج فيجوال نافذه، خلينا نقول بسي شارب، عباره عن سمبل كالكوليتر يجمع رقمين. انت لازم تتخيل كم صندوق ناس وكم ليبل، اوكي يعني. بس احنا هسه اليوم بالبدايه، فانا دا احاول اعطيكم شكل الفورم شلون اريده. طبعا هو مطيب السؤال، عنده يقول ذا فولوينج فورم، باعوا ديسبلاي ذا فولوينج فورم، مطيك اياه بالسؤال، وايضا مطيك هو طبعا شنو العمل مال البرنامج، وايضا شو يحتوي من عناصر هاي، لانه احنا بس بالبدايه. شوفوا طلاب، باعوا هاي هي النافذه اللي هي المفروض عمليه التصميم مالته. شوفوا عباره عن نافذه صغيره بهالشكل، بها كم ليبل؟ من يقدر يقول لي طلاب كم ليبل؟ ثلاثة. اللي هي شنو هن؟ من تقدر تقول لي اياها ايش مكتوب بيهن؟ عندك سد نمبر 1 نمبر 2 وعندك سد ريزلت 1. عاشت ايدك. طبعا ذني هن الليبلات اللي هن لافتات احنا نسميهن. زين اذني اللي بصفهن البيض شنو مثلا غدير؟ شنو ذني الثلاثه البيض؟ ها غدير وياي؟ هي ماكو اصلا دكتور، ما موجوده. زين اسامه، اذني المستطيلات صار ليبل غير؟ لا اذني اللي هنا ليبل، بس اذني شنو البيض؟ بقى اتذكروا الكالكوليتر تتطلب سهل جاوب؟ ها عيني سهل جاوب؟ أنا أدري بك أنت تعرف حسين، بس والله خل أشوف، والله خل أشوف أسامة، وإذا هاي أرجع لك. أسامة هي مو كالكوليتر؟ أسامة مو هي كالكوليتر المفروض؟ نعم دكتور. المفروض شو يسوي هو بالسؤال؟ إيش دي يقول؟ يقول تجمع رقمين، يعني المفروض المستخدم شو يسوي؟ يدخل أرقام، يدخل رقمين والبرنامج يجمعهن. فيا هو من العناصر اللي احنا اخذناه يستخدم للادخال، يعني نقدر نكتب بي حقيقه هو صندوق النص تيكست بوكس. فاذني الثلاثه هن تيكست بوكس، اول اثنين هو خالهن كانبوت، يعني حتى انت تدخل بهن الارقام اللي راح تستعملهن، والاخير هو راح يطلع المفروض بي الناتج. اوكي عيني اسامه؟ اوكي دكتور. بس تخيل دائما، تخيل انه الشيء اللي احنا نريده نستخدمه حتى ندخل به كلمه مرور او رقم لازم ما يكون ليبل، الليبل هو بس يظهر لك شيء، اللي يتقبل منك انبوت بالكيبورد هو صندوق النص. فاذا هسه ذني صناديق نص. اوكي بقى هنا أنا كم مفتاح عندي؟ اثنين، واحد المفروض هو اللي يسوي عمليه الاد، يعني يجمع لك الرقمين ويطلع الناتج مالتن هنا يم الريزلت. الاكزيت طبيعي، انت المفروض كل برنامج، عادة كل برنامج لازم يخلوا له مفتاح للخروج، بالرغم من انه هو هذا المربع الفوق الكلوز كلوز بوكس موجود الاكس، بس لازم يخلون عادة مفتاح للخروج او طريقة للخروج. يعني هسه مثلا بوع هذا الكروبات ريدر البرنامج مو به هذا الاكزيت، بس شوف هو بالمنيو اكو به اكزيت، لازم اكو به خروج رسمي للبرنامج بالاضافة الى الخروج العام اللي هو عن طريق النافذة الكلوز بوكس. طيب أنا هسه قبل البرمجة، قبل ما أدخل بالبرنامج، هو هسه هذا كله محلول قدامكم، شلون أبدي أصمم هاي النافذة؟ خلي نجي للمشروع مالتنا، خلي نغلق هذا المشروع، فأجي وين؟ من أنا من الفايل أقول لك كلوز سوليوشن، تمام هسه نغلق المشروع، أجي أسوي كرييت نيو بروجكت، أعطيه تسميات ومواصفات معينة حتى يكون عندي واضح بعد ما يتخربط علي. هو أصلا ثابت المواصفات، سي شارب ويندوز ديسكتوب، راح اختار ويندوز فورم أبليكيشن، راح أقول له نيكست، ماشي عيني. مثلا راح أسميه كالكوليتر، كالكوليتر اللي هي معناتها حاسب، راح أقول له نيكست. أوكي كرييت، هسه راح يبدي يخلق لي المشروع ويخلي لي اياه بالمواصفات الديفولت، يعني يعطيني فورمه فارغه. انت شنو طبعا عاده اريدكم تنتبهون طلاب، لما يكون عندك السؤال بنافذه هو مطيك اياها، قدر الامكان لازم تلتزم بالاشياء اللي هو محدد لك اياها. يعني شوف شنو هنا الشيء المكتوب،
شنو وزن الاشياء المكتوبه، صندوق النص ايش ظاهر بيه بالبدايه، زين عيني المفاتيح ايش مكتوب عليهن، اذن لازم تلتزم بهن، لانه هو مطيك صوره البرنامج. اما اذا هو مطيك اياه بس قايل لك كالكوليتر وقبل، انت بعد بكيفك تخلي ثلاث مفاتيح، مفتاحين، عنوان تخلي سمبل كالكوليتر، كالكوليتر بروجرام، مالي ما محدد، ما مطيك الصوره، المهم انت البرنامج عندك يشتغل ويعطيك الناتج. اوكي يعني، بس من ده يقول لك لا ترى انا اريد هاي صورته، فانت لازم تلتزم بهذا التصميم. اوكي، انا ايش راح اسوي؟ راح اجي على الفورم احاول بعض من، طبعا انا اقدر اتحكم بالسايز مالي، شوفوا من انا واني اثناء التصميم راح اجي ايش اسوي؟ اخلي الاشياء اللي هم سوا، اولا الفورم التايتل مالته من خلال خاصيه التكست راح اخليها سمبل كالكوليتر. اوكي، راح تقولوا لي مثلا، يجوز يسالوني بعض الطلاب يقول الاستاذ ايش مدرك شلون عرفت انه هاي، يعني ايش مدرك انت العنوان من هاي الخاصيه؟ طبعا يعني احنا اخذناها، انت عندك موجوده بالملزمه الفورمز شنو الخصائص مالته، كل خاصيه شنو معناها، بس انا مجرد دا استذكرها ودا اوظفها للفكره مالتي. فهسه صار العنوان سمبل كالكوليتر مثل ما هو رايد اول فقره بالديزاين اللي مطينيها. بعدين راح اخلي 3 ليبل. اوكي يعني هذا هو الليبل، هذا رقم واحد ماشي يعني، هذا راح اكتب عليه، شوفوا ايش كاتب، كاتب نمبر 1 ونقطتين خال كولن بشوف، فنفس الشيء جيت خليت الليبل، راح اجي هنا أنا على خاصيه التكست مالته ايضا اللي هو النص اللي بداخله، اكتب نمبر 1 ونقطتين ماشي يعني. الليبل اقدر استفاد منه بشغله، اقدر يعني استنسخه وعبه شكل، رايت كليك كوبي، اجي هنا أنا شنو بيست، زين عيني، بعد المحاذاه شلون تساعدني، ايضا اجي هسه هنا أنا اعدل عليه، مثلا اخلي هذا نمبر 2 بهالشكل، وايضا بيست راح اجي اخلي هذا هنا أنا. مثلا هذا راح يصير ريزلت 1 مثل ما هو قايل، مثلا ريزلت 1 بهالشكل. اوكي طلاب، بس باحوا شوف هسه راح اخليه هذا بهالشكل مثل ما تشوفوا انتم عيني، وانتم حكموا بعض، مو نفسه مو تمام. شوف هنا الكتابه شويه غير شكل، تعرفون شنو الفرق؟ شو تقول حسين شنو الفرق؟ اكثر اعدادات الخط هاي، عافية، اعدادات الخط، تمام. اعتقد هو مسوي، اعتقد يعني مال خط يكبر الصغر بالضبط، اعتقد هو مسوي يعني بالمثال، روح طبعا على خاصية الفونت، مسوي يمكن بولد اولا، واعتقد مسوي يمكن 10، لو 10 لو 12، اي باعوا 12، شوف هسه صار تقريبا باعوا تقريبا يشبه بولد و12. اوكي وصلت تقريبا هسه اني يعني للشيء اللي هو دايريده. هسه راح شو اسوي؟ راح استخدم صناديق نص. باعوا عاده من اني استخدمت فونت، من استخدمت فونت زين عيني وخليت بيه الليبل هذا حجمه، طبيعي جدا انت ايش راح تسوي؟ الباقيات راح تسويهن نفس الشيء 100%، يعني هم لازم تخليهن نفس الفونت، ما معقوله هذا هيجي وهذا هيجي، ايضا هذا كوبي وهذا بيست، يعني لازم الفونت مال الباقيات هم راح يكون مال صناديق النص، هم راح اسوي بولد، وايضا هم راح اسوي الحجم ماله 12، فبعش راح اسوي اقدر بعض بهالشكل اشر هنا ثلاثتين. اوكي خليت اشر هن وياهن ماكو مشكله، اروح على الفونت منها اقول له اريده بولد واريده 12 بهالشكل، صار بهالشكل، طبعا وسعهن طريقة ما، بس خل اعدل شويه. شوف اذا اشره واتحرك بالاسهم مال الكيبورد اقدر ادق من الماوس، اقدر اتحكم بالمكان مال صندوق النص. اوكي هسه اجي وين؟ راح اضيف بعد شنو المفروض طلاب؟ المفروض اضيف مفتاحين، اجي هذا المفتاح الاول. اوكي خل ابوع على الفورمه شلون شكلها، هذا هو المفتاح الاول تقريبا بهالشكل، راح اكبره وايضا كوبي وهنا انا بيست. اوكي يعني
هذا الثاني. ايضا شوف انت قلت لكم بعد وحدوهن، يعني وحدوهن الفونتات، بما انه احنا سويناها كلها 12 وبولد، خلينا نوحدهن هذا 12 وبولد بهالشكل، ماشي يعني. بس شنو لازم هسه هذا صار اصغر شوي، نكبره بهالشكل، هذا ايضا نكبره بهالشكل تقريبا، يعني نقول هذا تقريبا هو الشكل، حتى لو مقارب يعني مو الا 100%، بس يعني نوعا ما صار ارتب. هذا شنو طبعا ايش كاتب هو عليه؟ كاتب عليه اد، اوكي يعني. فايش راح اسوي؟ اكتب عليه شنو هنا؟ طبعا بخاصيه التكست مالته، واو، راح اكتب اد. بعد هو كاتبها سمول او كابيتال، مثل ما انا هسه كاتبها هالشكل. واجي هذا اكتب عليه مثلا اكزيت، ايضا بخاصيه بهالشكل. شوف هسه تقريبا يعني صار هسه البرنامج هو نفس الشكل، بس بعد هسه بيه نواقص. طبعا راح اخزن. شوف هسه البرنامج ورده يطلع النافذه، همينه اذكركم بشغله همينه مهمه، بعد وين قاعد تطلع النافذه؟ تطلع صفح، اوكي. فانا شو اقدر اسوي؟ اقدر اروح على الفورم اقول له الستارت اب بوزيشن، اللي هي واحده من الخصائص المهمه التابعه للفورم اللي احنا اخذناها. الستارت اب بوزيشن باعوا مال الفورم، شو اقول له؟ اقول له سنتر سكرين، حتى شنو؟ دائما يطلع بالوسط. باعوا كفت فقره مهمه هم باعوا. هو اول ما مشتغل ايش طالع هنا؟ ده شوف اسامه ايش طالع بصندوق النص، شنو موجود؟ اقدار صفر صفر. يعني هاي مو انا كاتبه، بعده هو من البدايه، يعني قيمه بدائيه خلينا نقول. فانا اقدر عادي بس مجرد اوقف هنا، ايش راح اجي اقول له؟ خلي لي هنا صفر، اوكي. وهاي هم يعني خاصيه التكست مالته، خلي لي هنا شنو؟ ايضا صفر. هسه تقريبا نقدر نقول وصلنا تقريبا، مو تمام لو ما وصلنا؟ شوفوا وصلنا نقدر ان شاء الله وصلنا لهذا الموضوع. باع شلون؟ هسه تقريبا صار نفس الفورم بالضبط اللي هو رايده بالسؤال. اوكي، هسه نجي وين؟ نجي على العمل مال المفاتيح والبرنامج. هو ايش دي يقول؟ طبعا تو بتنز، one for addition operation and the second to close a program. ماشي، يعني يريد من اضغط على الاكزيت يغلق البرنامج. انا ما راح انزل جوا على الكود، اراكم اياها هسه، بس اريد انا وياكم ننفذه. اول شيء ادخل الكود مال هذا المفتاح اللي هو خروج، فدبل كليك عليه فتح لي الكود مالته. هسه هذا بتن 2 كليك، شنو يعازل خروج؟ من يتذكر؟ ابلكيشن دوت اكزيت، تمام. احنا ذكرنا بالملزمه، يعني بدايه الملزمه هاي مال الشابتر الثاني او بالشابتر الاول، اللي عاز مال الخروج من البرنامج ككود ابلكيشن دوت اكزيت، اوكي، ابلكيشن دوت اكزيت. فهسه انا اجيت باعو، هسه مثلا راح انفذ، ما راح اطلع منها، من اجي اقول له اكزيت، اوكي. شفتوا اللي صار؟ اوكي طلاب، شفتوا اللي صار؟ اوكي زين. هسه نجي شنو؟ اريد اتاكد لكم من الموضوع، عوفكم من هاي الشغله. باع البتن 2 كليك، شنو الكود مالته؟ ابلكيشن دوت اكزيت، ابلكيشن دوت اكزيت. اوكي، باعوا لي هذا الفورم لود. الفورم لود شنو اللي مسوي بيه؟ بالفورم لود ارجع اذكركم، هذا حدث يقول اول ما يشتغل البرنامج، اول ما يتحمل الفورم، خلي لي التكست بوكس 1 دوت تكست يساوي لنا صفر، والتكست بوكس دوت تكست يساوي لنا صفر. انا ايش سويت هنا بالبرنامج اللي اشتغلته هسه وياكم؟ خليت القيم هاي بالتصميم. لا، اوكي ماشي، اقدر ما اريد اخليها بالتصميم، اوكي. ايش اسوي من هنا؟ خلي هسه هذا ما راح اسويها بالتصميم. شوف هسه بالتنفيذ ايش يطلع؟ يطلع ماكو صفاره. انا اريدها باي كود، يعني حسب ما هو حاله يعني بالملزم. شو انا اسوي باي كود؟ اروح على الفورم لود، واكليك على الفورم، بس خليه يستقر الفيجوال ستوديو، واكليك على الفورم، طلع لي الفورم لود. اجي اقول له تكست بوكس 1 دوت تكست شو يساوي لنا؟
صفر. اوكي عيني. وطبعا هنا أنا text books to dot text ايضا شي يساوي لنا صفر. تمام. شنو اللي صار؟ انا بدل ما بالتصميم صفرته خليت البرنامج اول ما يشتغل هو راح يخلي قيمة صفر. بس لاحظوا لي، اريد حسين يجاوبني لان حسين شوية يعني عنده واهس بالبرمجة بصراحة، وان شاء الله كلكم تصيرون مثله واحسن هم ان شاء الله. حسين ليش خليت له علامات اقتباس للصفر؟ ما خليته صفر بوحده. عندك استاذ مو يقرا التكست، عندك استاذ البوكس يقرا قيمة نصية سترينج. عاش تيدك، يعني حتى من انت تريد تعطي قيمة رقمية لازم ايش تعطي؟ تعطي سترينج. فتخلي له علامة التنصيص، هاي اللي احنا نسميها الدبل كوتيشن. عاش تيدك. يعني ما اقدر اقول له بس صفر، يعترض. يعني يقول لي انت جاي تخلي قيمة رقمية تساويها بالسترينج، ما ممكن. فحتى لو تخلي له رقم فلازم تخلي له دبل كوتنشن. اوكي شوف هسه راح يصير التنفيذ، راح يعطيني نفس النتيجه. باعوا؟ تمام تمام تمام. فاذا اذا تريد تعطي قيمه بدائيه لصندوق النص، تريد اثناء التصميم من هناك بالبروبرتيز مثل ما راويتكها قبل شويه، او بالفورم لود، لان هذا اول حدث راح يشتغل، اول حدث راح يشتغل. زين عيني. فهذا اول ما راح يشتغل قلت له راسا نعطيه قيمه بدائيه صفر صفر. اوكي خلصنا هسه من العمليه انه اعطينا ديفولت فاليو وسوينا عمليه الخروج. هسه شلون اسوي الجمع؟ المفروض انا اكتب هنا فد رقم واكتب بعدين هنا رقم واقول له اد، راح يجمع لي الرقمين وين يوديهن؟ بهذا. فانت اولا لازم تعرف المسميات. هذا اسمه تيكست بوكس 1 اللي هو الانبوت الاول، وهذا هو شنو تيكست بوكس 2. طبعا شلون انا بدي اعرف اسمائهم؟ باعوا انت مو توقف، انت بقول هنا باعوا ايش يطلع. هسه تيكس بوكس 1 شوف صار هذا تيكس بوكس 2، شوف هذا شنو تيكس بوكس 3. اوكي عيني. فاني ادخل هنا رقم وادخل هنا رقم، من اسوي كليك هنا اجمع لي محتويات هذا زائدا هذا خلي لي اياها هنا. اوكي شلون راح اجي اجمع؟ اوكي هاي طبعا بها عده اجتهادات، عده اجتهادات. اكو واحد قبل يجمع، يعني انا هسه شوفوا راح اكتب لكم اياها بعده طرق. مثلا راح اكتبها بطريقه سريعه كل السريعه، راح اقول له راسا تيكست، راح اقول له هنا تيكست بوكس 3 اللي هو وين الناتج مو بالثالث، تيكست بوكس 3 اريده مو تمام هو اللي يطلع الناتج. اكتبها بطريقه مختصره، راح اقول له تيكست بوكس 3 دوت تيكست. اوكي يساوي لنا شوف ايش راح اسوي راسا باع. خلي اول مره مو هيك اسوي باع تيكست بوكس 1 دوت تيكست زين عيني زائدا تيكست بوكس 2 دوت تيكست سيمي كولن 2 باعوا صندوق النص الاول زائد صندوق النص الثاني، اثنينات الناتج مالت وين راح يروح؟ للثالث. اوكي شوفوا شنو اللي راح يصير. بس صوتي قطع. هسه اوكي رجع واضح لو بعد. اوكي ده سمعوني؟ نعم استاذ. ماشي ارجع لكم. انا اللي شنو اللي كتبته؟ كتبت له خلي لي صندوق النص الثالث اللي هو يعني اللي راح استخدمه لغرض الناتج، لغرض الناتج خلي لي صندوق النص الثالث يساوي لنا صندوق النص الاول زائد صندوق النص الثاني. هيك كتبته. صندوق النص الثالث النص ماله يساوي لنا النص مال الصندوق النص الاول زائد النص مال صندوق النص الثاني. والله خلينا نشوف الناتج. هسه راح ابقي على صفاره. باع الناتج راح يطلع. شفتوا شنو اللي صار؟ زين. باع هاي الفقره الاخ. اربعه وخمسه. باعوا. شفتوا اللي دا يصير شنو؟ دا يطلع الناتج غلط. تمام طيب. استاذ ما عندك استاذ ليش دا يطلع الناتج غلط؟ استاذ عن صفر يا جماعه القرار الكسر. ايه ها باعوا. هو ايش دا يسوي؟ هو احنا مثل ما اتفقنا هو صندوق النص يتعامل ويا المحتويات. ماشي اوكي هسه شوف
ابقى يمي واني بعدين اطيل استاذ سيف؟ كيفك يعني؟ محتاجين ضروري. تظني فدي شويه؟ اوكي استاذ. اوكي طلاب، فسويت اني اذكركم انه صندوق الناس هو يعني يتعامل ويا محتوياته كسترنج. انت اذا تتعامل ويا السترنج وحده ويا اللخ وتخلي بياناتهم زائد يبقى سترنج، هو يسوي كونكات، يسوي كونكات يعني ما راح يجمع ارقام. يعني شوفوا شنو الدليل على هاي العمليه، بعد دليل على هاي العمليه راح اكتب هنا مثلا عمار اوكي زائدا مثلا فالح. هسه هذا مو تو سترنج، انا جمعتهم اوكي. شوف هسه من راح اجي هنا أنا انفذ واقول له اجمع، شوف شو راح يطلع لي. باعوا شلون طلع لي هذا؟ شوفون ايش طلعت، تشوفون ايش طلعت؟ طلعت عمار فالح. يعني علامة الزائد ويا السترنج يعتبرها كونكات مو عملية جمع، لأن أصلا أداة تعامل ويا سترنج، فإذا هاي العملية خطأ. الطريقة الصح شلون؟ الطريقة الصح المختصرة أجي شو أسوي؟ أقول له convert dot to انتجر. اوكي هذا طبعا تكست بوكس 1 دوت تكست. دكتور حول انتجر. اها هو صح هو جايني رقم، بس ترى هذا الرقم هو سترنج، فلازم هذا السترنج احوله الى انتجر حتى يتحول الى رقم. زين عيني هسه هذا هنا أنا شنو همينه يتحول بالكونتر استاذ مو بالكونفيرت بالكونفيرت. اوكي عيني شوف هسه همين هنا أنا هذا تكست بوكس 2 سوري تكست بوكس 2 دوت تكست. شوف انا بدي اكتب لكم اياها شوي شوي خطوه خطوه. اوكي تشوفون ايش دا يصير، والنوبه هذا كله الناتج مال الجمع، بس انا دا اكتبها بطريقه مختصره شوي دا اعقدها عليكم بصراحه. هذا الناتج كل النوبه شو اسوي له؟ دوت تو سترنج. باع شنو اللي راح يصير؟ باع راح الخطا. شوف شنو اللي راح يصير. اولا اني النص الموجود بصندوق النص حولته الى رقم، هسه صار هنا رقم. النص اللي موجود بصندوق النص الثاني هم حولته الى رقم، هسه هذا رقم زائدا هذا رقم صار؟ صار ناتج الرقم، الناتج صار رقم. زين الرقم ما اقدر اوديه صندوق النص الثالث، لان يعني هو يريد مني النص ما يريد مني رقم. النوبه هذا الناتج كلش حولته الى شنو؟ الى سترنج. حتى يروح وين؟ يروح الصندوق النص. باعوا هسه ايش راح يصير؟ ده سمعوني طلاب؟ اي دكتور. نعم دكتور اسمعك. باعوا شوفوا ايش صار؟ اوكي تشوفون ايش صار؟ تمام دكتور. اوكي بس انا ما اريد هيك، يعني هاي شويه الخطوه عليكم يعني كلش معقده، يعني ما اريدكم هيك تتعقد عليكم الامور. هاي اللي ان شاء الله بالمستقبل انتم يعني مع مرور الوقت حتى لو بعد ما تتخرجون اوكي اكتبوا لي بطريقه مختصره. هسه اكتبوا بطريقه كلير واضحه لكم. انا برايي ايش اسوي؟ اخلي متغيرات برايي يعني حتى تكون اوضح. راح اجي اقول عندي انتجر مثلا نم 1 هيك مثلا يعني، وبعدين نشوف الملزمه شلون حالي اوكي يعني، وانتجر مثلا نم 2 خلي يكون بهالشكل اوضح الي. زين طلاب ايش راح اجي؟ راح اقول له نم 1 اوكي يساوي لنا شنو؟ convert دوت شنو؟ تو انتجر 32 حول لي محتويات صندوق النص الاول. تمام طلاب بهالشكل. هسه صارت محتويات صندوق النص الاول بيا رقم بالنم 1 مو؟ هسه النم 2
يساوي لنا ايضا convert dot همينة 2 انتجر 32 بهالشكل text box 2 text تمام. هسه شو اسوي ايضا باع هنا انا اقدر شو اسوي ايضا اقول له همينة انتجر result مثلا RES مختصر يعني. هسه شو اسوي ارد اجمع الرقمين يعني صار عندك num1 وnum2 الريزلت شو يساوي لنا يساوي لنا num1 زائدا شنو num2 تمام. واضح مو هيك شويه اوضح اوضح طلاب ها حسين الامور اوضح وياي دكتور واضحه بس عيد شويه اعيد لكم اياها انا سويت جزئتين وياك دكتور اي شويه جزئتين سويت قلت لا خل اعرف متغيرات حتى لا تصير العمليه معقده كلها بخطوه واحده اريدها اوضح. الصندوق النص الاول حولته الى رقم وخليته بمتغير اسمه num1 من نوع انتجر. صندوق النص الثاني حولته الى رقم وخليته بمتغير اخر اسمه num2. جمعتين خليته بمتغير ثالث اسمه result. هسه شو احتاج بعد؟ احتاج شو اسوي؟ اقول له text box 3 شو يساوي لنا؟ دوت تيكست المفروض يساوي لنا convert دوت to string اوكي المن لل RES بهالشكل. او اكو طريقه مختصره اقدر راسا اقول له RES دوت to string إذا تريدون بهالشكل أيضا همينة يأخذ أوكي. هسا خلنا نشوف شنو صار بالبرنامج خلنا ننفذ ونشوف أوكي. رجع نفس البرنامج دا يشتغل بشكل صحيح أوكي زين. بوع هاي الفقرة شنو اللي صار شفتوا؟ شنو اللي صار طلاب من يقدر يقول لي؟ باع حسين شوف شفت اللي صار شنو؟ أنا أستاذ الفيديو مو واضح شوية الأستاذ الفيديو بس طلع خطأ هو ماني فراغ اللي ماشي راح أعيد الصورة مو واضحة راح أعيد لكم إياها على كيف باعوا أنا هسه مو راح أنفذ البرنامج. اكو بعض الاحيان اكو مثلا شخص ينسى يكتب رقم بعضها هسه فارغ دشوفون اكو واحد فارغ والثاني بي صفر او بي رقم اخر يعني دشوفون واحد فارغ وواحد شنو بي رقم. هسه راح اقول له اجمع من اقول له اجمع شوف ايش طلع لي طلع لي خطا. تعرفون ليش؟ يعني ما يقدر يجمع فراغ اوكي ما يقدر يجمع فراغ. ها عيني القيمتين يلا يجمعها اها فشلون اخليه يتاكد؟ راح اخلي جمله شرطيه بسيطه هنا راح اقول له بهالشكل راح اقول له اف التكست بوكس 1 دوت تكست اوكي لا يساوي لنا فراغ اوكي عيني اند هاي الاند مال لغه سي شارب التكست بوكس 2 دوت تكست ايضا لا يساوي لنا فراغ. يلا شو يسوي؟ يلا يسوي عمليه التحويل والجمع. يعني اذني راح اشيل الكات من هنا وبيست هنا عندك هاي استاذ راح ايش راح يصير؟ لازم اثنيناتهم اها هاي اثنيناتهم لازم اثنيناتهم مو فارغات باعوا لازم اثنيناتهم شنو؟ مو فارغات يعني صندوق النص الاول مو فارغ و هاي اند و صندوق النص الثاني مو فارغ يلا يبدي يحولهن ويجمع. ها
هسه خلينا نشوف باعوا التنفيذي شلون صار. باعوا هسه طبعا النبيهن اوكي زين عيني. شوف هسه راح افرغ باعوا قام يطلع لي خطا ليش؟ لانه ما يجمع اصلا ينفارق. خلوا هذا الثاني باع ما يجمع. هسه راح اقول له سبعه هنا هنا ثمانيه اوكي طلاب وراح سويت اكزيت. واضحه الفكره لحد الان؟ ماشي. خلينا نرجع ان شاء الله للمحاضره نشوف هو شلون حال البرنامج. باعوا هذا الفورم لود خلص باره. هذا المفتاح مال الجمع. باع شو مسوي؟ هو مسوي راسا يعني معرف المتغيرات اثناء الاستخدام. بس باعوا اهم شيء مستخدم جمله شرطيه. if التكست بوكس 1 دوت تكست لا يساوي لنا فراغ and تكست بوكس 2 دوت تكست لا يساوي لنا فراغ انتجر a اللي هو يعني نمبر 1 convert دوت تو انت بهالشكل زين عيني. حول لنا صندوق النص الاول خلاه بال a الرقم. ال b يساوي لنا convert دوت تو انتجر 32 خلاه بال b. بعدين عرف متغير ثالث اللي هو c يعني كانه مال result. c يساوي لنا a زائد b. بعدين التكست بوكس 3 دوت تكست شو يساوي لنا؟ سي دوت تو سترينج. انا قلت لكم باعوا تريدون بهالطريقه هاي او تريدون بهالطريقه. يعني مثلا اذا يعجبك. دكتور بس ولا زحمه سؤال؟ قول عني. بس ال هاي الخطوه مال الجمع مو تشبه ال البرمجه المهيكله يعني تقريبا طبعاً, طبعا طبعا اكيد تشبه البرمجه المهيكله. اكيد اكيد تشبه البرمجه المهيكله. هي نفس لغه سي شارب. الفرق وين؟ بس احنا بدل ما يطلع الاوتبوت بهاي الشاشه السوداء ده يطلع لنا بشكل ارتب بنافذه. بس هو نفس بالشكل العمليه بالشكل اللي احنا مصممينه بالضبط بالشكل اللي احنا نصممه حتى يطلع خلينا نقول بالاشكال الجديده للبرامج الحديثه فقط. بس هي لغه سي شارب نفس الاف نفس الاند اوكي ونفس الكونفرت. ماشي عيني؟ واضح ماشي هذا دكتور. المثال واضح ان شاء الله هذا المثال طلاب؟ واضح دكتور. فشفتوا ترى انا هسه حليته باكثر من طريقه قدامكم. بس شنو؟ اكو طريقه كلش مختصره، اكو طريقه هسه شوي نوعا ما هاي تفصيليه، اكو هنا هو بالملزمه مسويها نص اختصار بحيث راسا معرف متغير ومستخدم مباشره. اوكي انا لا حقيقه حبيت يعني اكتب لكم اياه بطريقه مفصله بشكل تفصيلي واضح جدا. انا عرفت متغيرات تمثل الرقم الاول والرقم الثاني والناتج، شيكت اكو مدخلات، حولت كل نص الى الرقم ماله بمتغير، بعدين جمعته بالناتج، بعدين الناتج حولته الى سترنج ووديته لصندوق النص الثالث. شفتوا شلون العمليه تكون بهذا الشكل حتى يكون البرنامج ان شاء الله كامل وواضح. هسه ان شاء الله بس اقرا لكم هذا المنطوق مال المثال زين عيني طلاب حتى ان شاء الله بالمحاضره القادمه نحله وياكم، لان اعتقد انتم شويه تعبتوا مو؟ لو هواي تعبتوا. هواي ان شاء الله. ها عيني؟ تعبنا هواي دكتور. ان شاء الله. اوكي لا تباعوا حتى هذا المنطوق خلي بالمحاضره الجايه، بس هو هذا فد شيء يعبر عن اليوزر نيم والباسورد. ان شاء الله بالمحاضره الجايه نشرحها ايضا يعني شلون نصممه وشلون ننفذ البرنامج مالته. ان شاء الله تكونوا استفاديتوا من هذا المثال اللي هو كان في شيء كلش حلو بسيط، بس يعني حبيت اراويكم انه شلون احنا نقدر نوصل للبرنامج بالشكل الامثل حتى يؤدي الوظيفه مالته بشكل كامل. دكتور بس بلا زحمة قلت بالمحاضرة القادمة يعني هي اللي هي اليوم انه تعلمنا شلون نحفظ هذا التصميم اللي احنا سويناه. ها شلون يعني قصدكم شلون تخزنوه مو تمام؟ اوكي. ايه دكتور. ماشي. طلاب باعوا انتم اساسا هسه احنا انا يمكن ما اعرف انتبهتوا له علي ولا انا كل ساعة مو دا اشتغل راسا ادوس على ذني. باعوا هذا الاختيار؟ واضح التعليق مالي قدامكم؟ دا يبين؟ سيف اول راسا انا كل ما داس اسوي شيء راسا هنا انا اضغط سيف اول. هو اساسا دي يعني دي يخزن. بس انا شو اسوي؟ ما المفروض راسا اطلع منه، لا اجي شو اسوي؟ من انا على الفايل واجي اقول لك كلوز سوليوشن
اوكي عيني. بس الفقره المنمره اي الفقره المنمره هي انغلق. هذا انغلق. انا شو اسوي هسه؟ اولا اريد اندل هو وين راح، يعني وين انخزن. طبعا انا هسه طبعا راح اطلع من الفيجوال ستوديو، ماشي عيني، اريد اشوفه وين راح هذا. طبعا عاده الفيجوال ستوديو اذا اشغله مره ثانيه، شوف هسه قدامكم راح تشوفون، من اشغل الفيجوال ستوديو راح يطلع لي اكو طبعا اوبن بروجكت اوكي، واكو كونتينيو without code، واكو open project or solution. عادة اخر المشاريع وين القاها؟ هنا موجودة. شوف هسه هذا ايش مكتوب غدير، ده تشوفين هذا وعي كالكوليتر، بس اسوي عليه كليك شوفوا رأسا ايش راح يسوي، راح يفتح لي المشروع بالكامل. هذا هو نفس المشروع مالتنا، باعوا خلي بس يحمل حتى تشوفون الديزاين مال الواجهه مالته، هو نفس المثال مالتنا اللي هو السمبل كالكوليتر اللي انا حليته، شوفي باع نفسه. بس مع ذلك ربما هسه يمكن حسين او غدير او اي احد من عندكم او اسامه زين عيني يقول لي لا استاذ مثلا انا هاي الحاسبه اشتغلت بها بس مو ماتي، يجوز اشتغلت بها بالكليه، البرنامج ماتي هذا اريد اخذه بفلاش رام اوديه وياي اخذه للبيت اوكي يعني، فشلون؟ عادة هو وين يخزن؟ يروح تروحون للماي دوكيومنت اللي هو هذا يعني مو ذيس بي سي، طبعا دا احكي انا ويندوز 10، تروحون على هذا الدوكيومنت تجون هنا راح تلقون اكو فشي اسمه دوكيومنت هنا باعوا داخل هذا الفولدر، تلقون اكو دوكيومنت، داخل الدوكيومنت تلقون اكو لازم فيجوال ستوديو. وين فيجوال ستوديو؟ لو فشي ثاني اللي يعبر عن المشاريع، بس خل اتذكر لكم اياه، يمكن هو فيجوال ستوديو 2019، لا مو هنا، اكو مكان الدوكيومنت، اي هسه اقول لكم وين. نعم بعض طلاب اذا اريد اخذه كمشروع كامل، يعني اريد انقله بفلاش رام او اذبه على سي دي او انقله على غير حاسبه، اروح لهذا الفولدر اللي هو مال الدوكيومنت اللي هو ورق فوق البي سي باعه هنا، اروح عليه تلقون اكو شيء اسمه سورس، باعه هذا السورس تشوفوه سورس اوكي، السورس بداخله تلقون هذا الفولدر اللي اسمه ريبوز، دخلون بداخله المشروع عادة اللي نسوي يخلي لكم اياه بداخل فولدر باسمه. هسه احنا شنو سميناه اخر شيء تتذكرون؟ كالكوليتر مو تمام؟ نعم دكتور، هذا هو الكالكوليتر، باع هذا الفولدر، هذا هو المشروع، باعوا هذا هو المشروع باع. فاني هسه هذا اريد انسخه، راح اجي رايت كليك كوبي اوكي، شوفوا هسه هذا الذب سوى له بيست 1، ما تريد بسي دي بفلاش رام كيفك، هذا هو المشروع. اريد افتحها من هذا الفولدر من هنا، شلون افتحها من هذا المكان المشروع؟ عادي شغل الفيجوال ستوديو اوكي عيني، ايش راح اسوي؟ انتبهوا علي، ما اروح لذني، لا انا يجوز هسه جايبه جديد ما موجود هنا، اروح على الاوبن بروجكت هذا باعه هنا اوبن بروجكت، راح يقول لي وديني وين، يعني وين منين تريد تروح؟ انا خليته على الديسكتوب، شفتوه وين خاله؟ على الديسكتوب هنا خليته موجود الفولدر، فهسه رحت على الديسكتوب باعه اكو فولدر المفروض اسمه كالكوليتر، هذا باعه اها، هذا هو الفيجوال ستوديو بروجكت، راح اجي اقول له اوبن، شوف ايش راح يسوي، راح يفتح لي المشروع من النسخه اني هاي اللي خليتها على الديسكتوب، شفتوا شلون سويت العمليه؟ خلي يكمل تحميل حتى تشوفون انتم قدامكم واضح. هسه انا بامكاني
هذا الفولدر اللي خليته على سطح المكتب اودي لها باعوا نفس المشروع. فبإمكاني هذا الفولدر وين ما اريد اودي انقله بفلاش رام، انقله على غير حاسبه يجوز عندي ثانيه، هاي الحاسبه يجوز الفيجوال ستوديو مالتها انضرب. ماشي طلاب؟ فارجع اذكركم بس بالمسار ماله انا وين لقيته بالضبط. ارجع اذكركم بالمسار مالته، هاي طبعا نسخه ثانيه حذفها، النسخه ديش موجوده بعد مو ذس بي سي فوقه، هذا هذا عاده يكون بنفس اسم اليوزر مال الحاسبه ثاني كاتب دكتور عمار، بس هو هاي الدوكيومنت العلامه الصفراء ويمها شخص فوت عليها، اكو سورس اكو ريبوز، راح تلقون الفولدرات مال كل المشاريع. طبعا انا كان عندي هسه كالكوليتر، هذا هو الكالكوليتر. واضحه الفكره غدير ان شاء الله؟ واضحه دكتور. طلع شكرا دكتور. تدلون اكو شيء ان شاء الله مو واضح؟ اكو شيء مو واضح عيني طلاب؟ دكتور بخصوص الاشعارات مدى توصلني؟ يعني هساني بالعشرة وخمسة وعشرين دقيقة اللي دخلت المحاضرة هيك، يعني قلت خلش مفتوحة محاضرة ليش؟ اي انت ويانا بالجروب لو مو ويانا؟ اي وياكم الجروب مال التليجرام. التليجرام اي بعد ليش عجب؟ انا يعني انا نشرت والله خليت لكم اياه يعني اوكي. بالمناسبه انا ترى ما نشرت لكم الرابط، يعني الرابط هو موجود على الكلاس روم، بس انا نشرت لكم بس قلت لكم طلاب يرجى الدخول الى رابط المحاضره. خاف عندك انك نشرت الرابط. ها عيني انا نشرت الرابط بالجروب. اي شفته هسه انا شايف، شفت اسامه انت ناشر الرابط. يجوز ايه بسبب شويه النت ضعيف او شيء. اوكي عيني ماشي دكتور شكرا. ان شاء الله طلاب انا طبعا نفس الحاله، طبعا سجلت لكم هذه المحاضره فيديويه، بعد شويه ان شاء الله راح ارفع لكم اياها على اليوتيوب، وايضا اعطيكم الرابط مالتها على الكلاس روم. فاكو سؤال في شيء واضح حتى اذا هاي نوقف المحاضره؟ لا دكتور. أوه. واضح دكتور ان شاء الله دائما تكون واضح. اذكركم بانه ان شاء الله انا طبعا راح يعني قبلكم ان شاء الله اغلق هذا حتى تسجلون الحضور، راح انشر لكم هذا الفيديو وراح اسوي لكم مجموعه اسئله محلوله كملف بي دي اف زين عيني طلاب، وادز لكم اياه ايضا عن طريق الكلاس روم حتى تطلعون عليه شوفوا صيغه الاسئله شلون اذا اختيارات. يا ريت والله دكتور حتى انه نطبقها بالحاسبه 100%، هم افكار برمجيه وهم انا اسئله بها اختيارات، لان انتم تعرفون الامتحان مالنا راح يكون الكتروني احنا بالامتحانات الشهريه، بس على الاغلب الفاينل يكون حضوري، على الاغلب الفاينل يكون حضوري. اوكي طلاب ان شاء الله نشوفكم بخير على المحاضره الجايه، شكرا جزيلا للمتابعه وياي. يا هلا ومرحبا.